ان شاء الله الفيديو هذا يتبارطاجا بارتو خوتي، يكون اكبر هاشتاغ عربي باسكو سيدنا محمد هذا ماشي يلعب وماشي تمسخر. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوغ. الموضوع تاع اليوم راح يكون مختلف، خاطي الهجره والمهاجرين وكذا وكذا وكذا. خاطي الموضوع تاع اليوم حاجه اللي انا ما نهضرش عليها بزاف، يعني انا كاين جوج امور ما نهضرش عليهم بزاف، اللي هو البوليتيك باسكو ما نعرفش البوليتيك وما نامنش بالبوليتيك، والحاجه الثانيه اللي هي الدين باسكو انا ناقص يعني ما نعرفش بزاف الدين، نخاف نهضر على الدين ونغلط. يعني هاد الامور هاد الزوج هادو ما نيفيتيهم، عندي شويه معلومات هكا كيما في الدين نخليهم ليا، وامور تاع السياسه انا ما نامنش بالسياسه على بالي ما نحبش نهضر عليها. ولكن دارت الدنيا وعاودنا ولينا لواحد المشكل اللي كان الصلاة في عهد قريش، ورانا دوكا شغل في عهد قريش، وين تلقى واحد يجي يسب لك النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير من يما خير من بابا خير من خويا خير منا خير منكم كامل خير من الدنيا هذي كامل، يجي يسبوه ويديروا هذيك الرسومات هذوك، ويجي هذاك البريزيدون ماخرون تاع فرنسا يقول لهم ايه ندافعوا على الحرية التعبير تاع حرية التعبير تاعهم، يعني اون سون فو يعني نديروا تصاوروا. علاش كاش واحد مسلم دار تصويره تاع عيسى ولا تاع كاش النبي؟ حنا نحبوا كاع الانبياء ونامنوا كاع بالانبياء والرسل، وجاو ما تقدرش ميبا ديرهم في فيلم تالمو ناس شغل في الدين تاعنا، ولا شغل نبي ماشي امام، ولا يعني ما تقدرش ميبا تمثلوا وديروا في فيلم، ولا وعندهم مرتبه عليا يعني في الدين في قلوبنا بارتو. ولكن هما هادو فرنسا اللي كيما هي شغل على بالهم باللي حنا ولينا مسلمين ولينا ضعاف، على بالهم ولاو يتهاجموا على الدين تاعنا ويقول لكم ساكتين. نزيد نقول لكم حاجه خوتي، من الفيديو هذا انا مانيش نطلب من الناس باش يخرجوا ويكسروا كذا شغل، لا لا ما لازمش تبد لو موفي اكزومبل على الدين. يعني ماشي هما دوكا سبوا الرسول عليه الصلاه والسلام حنا يطبعون على راسنا نديروا حوايج ماشي ملاح، لا لا لازم هما باسكو اذكياء هما باش دارها هكاك ماشي باطل. هو شغل على بالهم باللي يقول لك الشعوب المسلمه هذوما راهم تحت يدنا، يقول لك نبروفوكيوهم ونديروا وبدا بهم الناس تغلط. حنا لازم تكون ذكي ثاني ما تغلطش. الحاجه الاولى باش تدافع على النبي عليه الصلاه والسلام او موا، انا نعطيكم خوتي نعطيكم رايي تاعي، ما رانيش انا مفتي ولا، نعطيكم جوست الراي تاعي. اللي يحب يسمع لي يسمع لي، ما يحبش يسمع لي من حقه، اللي يحب ينتقدني ينتقدني. لازم نتبعوا السنه نتاعو، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ما نقدروش حنا نديروا حوايج ماشي مليح اللي يدوروا علينا ويدوروا على الدين تاعنا ويدوروا على السمعه تاعنا، ولا ولكن نقدروا نديروا حوايج اللي بزاف من الحكام ما داروهمش. ابار شفت تاع الترك اردوغان ما فهمتش انا، هو يدافع عن الاسلام وتاو على ساكتين، وراي السعوديه ورا الامارات دبي والدول العربيه كاع الدول المسلمه كاع، وراكم مصر الجزائر المغرب تونس وراكم نورمالمون كاع الدول يستدعوا السفير قال ارفض روحك وديغاج باجاج ديغاج، يحوزوا يطرد السفير تاعهم تطرد السفير. والحاجه الثانيه تما باش نوروا لهم باللي تلعب كلش ولكن بالمبادئ تاع الدين، يعني ماشي لاباس تاع الدين اللي هي القران والنبي عليه الصلاه والسلام. هاد الزوج هذو ما فيهمش كاع قصره، يعني ما تلعبش فيهم. لو كان كل الدول الاسلاميه تعيط للسافر وتطردوا من بلادها، تشوف فرنسا كيفاه تولي باسكو بعد اوروبا قاعد تدور على ماخرون هذايا، وقالت كيفاه الدول قاعد طردوا لك رانا مليار ونص سي محمد، ما راناش 15000 ولا مليون ونص ولا 150 مليون ولا مليار ونص مسلم بارتو في العالم كاع، في فرنسا يحصلوا بهم، يعني يكونوا يلعبوها مالك داخل فرنسا في بلادهم يحصلوا بهم. تو تيماجين لو كان داروهم كاع هكا الدول، شوف كيف فرنسا تردخ ولا كيما كيف وليت الهضره ما عرفتش نهضر. حاجه واحده اخرى، انا في تخمامي لو كان كامل اليد في اليد، باسكو هاد الكلاب هادوما واش عندهم؟ عندهم المال دراهمهم، واش يرخصهم دراهم، كالكو سوا كاع الدول هادوما يترخصوا بالدراهم. الدول هادوما القالحه حسب روحها قويه، ولا الدول القويه تلعب لها بكلش، ما تلعب العب لها بالدين وما تلعبلهاش بالاقتصاد تاعها. اقسم بالله يا خوتي العب لها بالدين، العب لها باش حبيت، ما تلعبلهاش غير بالاقتصاد تاعها. ايماجيني لو كانت الدول كامل على وجد الفايح هذايا، على وجد ايماجيني قاطعوا كاع المنتوجات الفرنسيه،
واحد ما يزيد ما كان لا نيسلي لا ديور لا والو والو لا تري ما تشريش منتوجات الفرنسيه. الناس دوك يقول لك يا ولدي كاين الدواء الدواء خلينا الدواء انسان مريض وهذاك ربي سبحانه يقول لك واحد مريض وباش ما على باليش انا يعني كاين الاعداء حكم. ولكن تقدر ما تشريش قلعه ريحه، تقدر ما تشريش نيسلي، تقدر ما تشريش حاجه حاجه فرنسيه ما تشريهاش. كاع الدول اللي قاطعوا شوف الاقتصاد تاعهم كيف يتكسر، كيف البورسون باس تاعو يهبط، تشوفهم بعد هادو رؤساء لي سوسيتي هذوما كيف هما يرخصوا الرئيس تاعهم ويروح يدور يدور ويدير اعتذار، والاعتذار ما يصلحش كاع باسكو رخيص هذايا شغل دنيتنا الحاجه مقدسه بزاف بزاف علينا وكيما نديرو ما نقدروش نوفيو. يا خوتي شكون اللي راح يشفع لك يوم القيامه؟ باباك يماك خوك جارك مرتك راجلك شكون يشفع لنا؟ حتى واحد يشفع لواحد. الراجل يهرب من يماه والام تهرب من ولدها والزوج يهرب من الزوجه تاعو، كل واحد ينفروا عليك وتلقى روحك وحدك يوم القيامه مع رب العالمين غير انت وافعالك. وما يجي شكون؟ النبي تاعنا عليه الصلاه والسلام. خوتي مانيش نفتني نعطيكم معلومات، ماشي معلومات، انا نعطيكم رايي وعلى حوايج واش نعرفهم. يجي غير النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي يشفع في امه محمد، يعني هو الانبياء كاع ما يشفعوش غير النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام سيدنا محمد اللي يجي يشفع لنا كامل لامه محمد. يعني كي تشوف عفايس كيما هذوما ومن بعد تلقى واحد يخرج لك يكومونت يقول لك انا ما ندخش روحي، واحد يقول لك اود وكيفاه ندير، واحد يا اخي ما راناش نقولوا ديروا حاجه مش مليحه ولا خرجوا كسروا ولا لا لا، احنا الدين تاعنا ما يسمح لناش. بصح يعني اضعف الايمان، اضعف الايمان، الايمان ما تشريش. وتشوفوا كيف الاقتصاد، الاقتصاد تاعهم يتحرك غير شويه باسكو هما رؤساء شركات. نعطيكم مثال توتال، توتال تاع الزيت لو كان البي دي جي تاعها يرفد التليفون عيط للبريزيدون يقدر يرخصه. توتال يحكمها اقتصاد ماشي ايماجي توتال وهذيك 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 كاع العرب ما يشروا على حتى واحد فيهم. وتشوف كيف تبدل العقليه، نورهم باللي حنا يد في اليد ونقدروا نخبطوا يدنا في الطابله. تغلط دير عفسه كيما هذيك ما كاش اللي يرحمك وما نسمحولكش ديريكتومون. ولكن حنا لا لا، شفت انا كاين ناس رفدوا هذوك التصاور وزادوا بارطاجهم قالوا راهم فرنسا راهي دارت تصاور في الحيوط وفي الشركات تاعها. كيف احنا نهضروا عليهم على هذوك لي فوطون انتم زيدوا ترفدوهم تبارطاجيوهم في فيسبوك؟ انت مليح من راسك وانت مريض، انت تراك تساهم في اهانه هي ما نقولوش اهانه باسكو ما تقدرش انت توهين الشخص اللي ربي سبحانه عظمه. ربي سبحانه عظم الشخص، عظم النبي محمد رسول عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء. يعني ما كان لا انت لا قدر لا بوعلام لا باراك لا والو ما كانش يعظمه. الحاجه اللي مدوختني ثاني نسيت نهار مات هذاك الامريكا هذاك الكحل هذاك نسيت اسمه فلويد، مش العالم قاعد تقلب عليه لي فيديو وكدا داروا تاثير او بوا وين البوليسيه هذوك دخلوهم الحبس. نفس الشيء شاك فوا تصرا حاجه قاعد نتحركوا كدا. ولكن باريزوم حنا الجزائر وين راهم اليوتيوبر اللي هضروا؟ يا اخي احنا اليوتيوبر هضرنا بزاف امور وديروا خرجت هذه خرجت مونيا خرجت قدوره خرجت بوعلامه وخرجت نهضروا وطردقوها وكذا. بصح كي لحقت النبي عليه الصلاه والسلام ساكتين خايفين ينعلبوها ينعلبوها قسما بالله. كاع اليوتيوبر خوتي كاع اليوتيوبر اهضروا وروا الناس وديروا نديروا حمله هاشتاغ تاع مقاطعه تاع الدوزان تاع فرنسا وشوف تبدل العقليه. ان شاء الله الفيديو هذا يتبارطاجا بارتو خوتي، يكون اكبر هاشتاغ عربي باسكو سيدنا محمد هذا ماشي لعب وماشي تمسخير وما كاش حاجة أعز لقلوبنا منه هو يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم خوتي.